للكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات طبعا، وعضو رابطة الأندية المحترفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، ورئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية. كابتن عامر، ازاي حضرتك؟ يا كابتن كريم، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب الله يخليك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله، كله كله تمام؟ تمام الحمد لله. إيه الأخبار بقى الفترة القادمة يعني بالنسبة لمواعيد الماتشات بقى بعد اشتراك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟ وكان الاتحاد الافريقي اعلن كمان مواعيد الجولات القادمه في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يعني في التصور جاهز، وبعد المباراه الاولى بتاعت النادي الاهلي يوم واحد هنعلن التصور الجديد، الجدول الجديد بالمؤجلات بتاعت النادي الاهلي، ايوه، لان يوم واحد ده مفترق طرق كريم حسب نتيجه الاهلي في اول ماتش يعني في كاس العالم للانديه. عشان كده، عشان من دلوقتي لو طلعنا جدول هنحط احتمالات كتير. بالظبط بالظبط، فحضرتك هتستنى يوم واحد فبراير تشوف يوم الماتش واحد بتبقى نتيجته الامور اوضح. وبعدين تعلن كل حاجه. ان شاء الله. بس ما فيش اي معوقات لحضرتك يعني، ولا في لا حاجات طبعا، داخله في بعض؟ هو طبيعي ان شهر 2 وشهر 3 في كل الارتباطات في جولات في دوري المجموعات للاربع انديه بتوعنا، ايوه، وفي الاجنده الدوليه بتاعت المنتخب الوطني الاول والاولمبي، مباراتين مع زامبيا ومباراتين مع ملاوي تمام. مالي، فبالتالي في ماتش في الشهرين دول ضغط كبير جدا، اكتر شهرين فيهم ضغط، اكيد. فبالتالي لو كنا نعرف الاول من بدري ان الاهلي هو اللي هيشارك، اي، كنا عملنا جوله ولا جولتين تانيين في وقت كاس العالم، كنا خففنا الضغط يعني. انما طبعا الموضوع جاء مفاجئ من الاتحاد الدولي من حيث الميعاد ومن حيث اشتراك النادي الاهلي. اكيد. طيب يعني برضو كنت سمعت كده كلام يا كابتن عامر، ان لو الدوري اتاخر السنه دي وزي السنه اللي فاتت كده، الاتحاد الافريقي يعني الزم الاتحاد المصري او رابطه الانديه ان هم يعلنوا الفرق اللي هتشارك في افريقيا، هيبقى اختيار الفرق اللي هتشارك في افريقيا ازاي لو اتاخرنا زي السنه اللي فاتت كده؟ لا ان شاء الله مش هنتاخر، ان شاء الله مش هنتاخر، لان طبعا السنه اللي فاتت احنا خلصنا 30/8، ايوه، لان احنا بدانا متاخر وكان في ارتباطات كتير، انما الموسم ده ان شاء الله مش دي كان استثناء يعني، استثناء مش هتتكرر. فاحنا هنخلص الدوري والكاس الجديد ان شاء الله قبل ترشيحات الاتحاد الافريقي، ايوه، وكمان يبقى هم اكدوا لنا مين هيشارك في دوري السوبر بصفه رسميه. بالظبط، الاهلي هيشارك ولا مش هيشارك؟ بس كان في وفد من الفيفا ومن الاتحاد الافريقي يعني، جم عشان يشوفوا النادي الاهلي والاستعدادات لمشاركته في دوري انا ما بقتش السوبر. اعتمد دلوقتي بعد اللي حصل في السنتين اللي فاتوا على بالنسبه لمواعيد دخول كاس افريقيا في كاس العالم للانديه، والتغيير المفاجئ لكاس العالم للانديه واتنقلها من حته لحته، فكل الامور ديت بستنى بقى تبقى حاجه رسميه. اللي كانوا ايوه، قالوا 24 نادي بعد كده بقى 8 انديه، 8 انديه. لان طبعا لو حد شارك طبعا نادي او ناديين من مصر، انت بتاخد في الترشيحات بناء على ترتيب الدوري في اللي بعد كده، الترتيب اللي بعده، وبتاخد اول الكاس في الكونفدراليه، اي، وبعدين الكاس في لبس للناس انه بياخدوا على الكاس اللي هو في النهائي دوت. لا احنا بنتكلم على الكاس اللي في النهائي دوت، ده كان بتاع الموسم اللي فات، وبناء عليه احنا خدنا الاربع انديه بتوع ابطال الدوري، بتوع الدوري العام، اي، ما خدناش بطل الكاس زي ما اللائحه بتقول بتاع الاتحاد الافريقي. فالكاس الجديد ان شاء الله يكون انتهى، فناخد اول الكاس وثالث الدوري في الكونفدراليه، واول وثاني الدوري. ايوه، لو في تكرار هنا وهنا نفس الانديه بناخد بترتيب الدوري بعد كده، تمام، وهنشوف مين اللي هيشارك في ابطال دوري السوبر، هناخد برضو الترتيب اللي بعده. هو دوري السوبر ده ترشيح من الاتحاد الدولي والافريقي ولا هم اللي بيختاروا، هما اللي بيختاروا، مش اول الدوري مثلا او الكلام ده؟ لا لا لا، هم اللي بيختاروا، بيختاروا الثمان الثمان الانديه اللي على مستوى افريقيا يعني اللي هيشاركوا في دوري السوبر. هم لهم المعايير بتاعتهم، هم اللي بيختاروا بناء عليها. ايوه، واحنا بناء عليه لما ياخدوا نادي او نادين من عندنا، فانت هتاخد الترتيب اللي بعده في الدوري. ايوه، تمام. طيب عايزين نعرف قصه كلاتنبرج يا كابتن عامر، ان في رغي كتير جدا في موضوع كلاتنبرج، واكيد حضرتك عايز تتكلم في الموضوع ده واستقالته وقبول استقاله واتهاماته ان لمصر ولبعض الحاجات اللي اتعملت معاه، فبرضه عايزين نعرف القصه وهتنهوا الموضوع معاه ازاي بعد قبول استقاله. الحقيقه كان في اجتماع النهارده واحنا اتفقنا على ان الموضوع يتحول يبقى للاداره الماليه والقانونيه، تمام، عشان نشوف التعاقد
والموضوع انتهى بالود، ما فيش مشكله. ولو في حد ليه حق لازم هياخده يعني، تبقى للعقد اللي مبرم بين الاتحاد وبين الراجل. ايوه. انما هو الراجل يمكن ما كانش عنده وقت كافي انه يبقى موجود بصفه دايمه، فدي بس عملت مشكله بينه وبين اللجنه بتاعته اللي هو كان مشكلها. ايوه. فبالتالي الامور بقت صعبه في التواصل. ده يعني الموضوع الشغل. اما الموضوع الشخصي بقى والحاجات التانيه فطبعا دي انا مش عايز اخش فيها. طيب، هل هيبقى في ترشيحات لرئيس لجنه جديد مصري ولا اجنبي ولا ايه اللي هيتم في لا، قرار مصر؟ متاخد باجنبي. باجنبي. انا لسه من متاخد شويه. ان احنا لازم نكمل التجربه باجنبي لغايه الاخر، وبعدين تقيم، لان احنا بقالنا سنين طويله يا كابتن كريم ايوه. الناس كلها بتهاجم اي حد مصري بيجي ويضغط عليه ويقعد 6 شهور، كل الجامد قوي بيقعد سنه وبعد كده يتهاجم من الانديه. ايوه. فاحنا كلنا في بدايه الموسم والناس كلها قالت عايزين نعمل تجربه جديده. فالتجربه دي ما كانتش كافيه ومش موفقه في 3 4 شهور، فيمكن ان شاء الله نعيد التجربه تاني ونجرب لغايه اخر الموسم، وبعد كده نشوف نقيم بقى التجربه ككل. على الاقل الناس هتبقى شايفه هل بعد كده يبقى في الموضوع دوت، ولا خلاص بقى يبقى عندنا ثقه في المصريين ويبقى خلاص احنا واخدين الهدف بتاعنا وخطنا. ايوه. يعني هيبقى في رئيس لجنه حكام اجنبي، هل تفاوضتوا مع حد او كلمتوا رئيس لجنه او اسماء مرشحه اجنبيه لتولي المنصب ولا لسه يا كابتن؟ لا لسه. لسه لا لسه لسه. لا لسه. يعني المصريين اللي موجودين في اللجنه هتدير الامور لغايه ما يبقى في حد موجود. لو ما لسه من اللجنه لسه متشكله، فبالتالي محمد فاروق والجماعه معاه تمام. فاروق كنائب لرئيس اللجنه. والناس بدأوا النهارده معسكرات في اسكندريه. ايوه. الكره الحكام النسائيه والحكام الولاد الشباب. ايوه. عاملين معسكر في ابو قير في الاسكندريه، هيبداوا المعسكرات، الخطه اللي احنا كنا محتاجينها عشان تطوير الحكام. ايوه. تمام. اخر حاجه بقى عشان ما اطولش على حضرتك، الموعد المقترح لنهائي كاس مصر ما بين الاهلي وبيراميدز. ما هيطلع مع التعديل بتاع يوم واحد، كله مرتبط ببعض. كله مرتبط ببعض. يعني بس فيش حاجه في دماغ حضرتك كده موعد مقترح يعني لسه لغايه دلوقتي بنشوف بس الاهلي؟ لا، في دماغي موجود بس ما اقدرش علينا عشان ما اعملش لبسه او لو غيرته. أيوة. لازم اغير. ف تمام، نخليها كلها بعد خلاص. تمام، نشوف موقف النادي الاهلي وعدد المؤجلات بتاعه هتوصل لغايه امتى. تمام، عشان نحط نهائي الكاس معاه وبدايه الكاس الجديد. تمام. بالنسبه لماتشات الدوري الثانيه اللي هي في الجوله اللي هتتلعب من اول فبراير لغايه 7 او 8 فبراير دي شغاله؟ مفيش تاجيلات؟ احنا عندنا منتخب الاولمبي عنده مباراه يوم 3. وبعد كده الدوري ماشي عادي. الدوري ماشي عادي، مفيش حاجه هتتاجل يعني؟ لا. تمام. يعني على الاقل عندنا الجوله بتاعت اللي بتبدا يوم 5 فبراير. موجوده يعني. تمام. بطوله امم، بعد كده بقى هنخش على بطوله افريقيا بقى الاربع انديه. ايوه. فدي هتخش من ضمن التعديلات اللي هنعملها طبقا لمؤجلات النادي الاهلي. تمام. بالنسبه لبطوله امم افريقيا للشباب اللي هتبدا في مصر ان شاء الله في شهر فبراير القادم، هل الجماهير اللي هتخش قد ايه؟ مفتوحه ولا في اعداد معينه ولا لسه يا كابتن عامر؟ لسه الاجتماعات الامنيه شغاله. ويطلع القرار النهائي، لان حضرتك عارف دول الشباب 2003، فمش هتلاقي الضغط الجمهوري اللي هو بقى خاصه في المجموعتين بتوع اسكندريه والاسماعيليه. ايوه. انما في بعض المباريات اتنقلت من استاد اسكندريه عشان بنقفل الملعب بنعمل له صيانه للبطوله. ففي مباراه بتاعت فاركو وسموحه والاتحاد اتنقلت استاد الجيش برج العرب. وفي حاجات هتتنقل برضه من استاد القاهره برضه. في مباراتين، مباراه للبنك تقريبا وفي مباراه لنادي الزمالك. البنك كان محضر الملعب البديل بتروسبورت. بتروسبورت. ايوه. الزمالك هيشوف الملعب البديل بالنسبه له، اي ملعب هو هيختاره هيتلعب عليه المباراه. تقريبا كانت مباراه انبي الزمالك وانبي. تمام. بالنسبه للاهلي طبعا كان عايز يلعب في افريقيا هناك وفي تعارض، فلسه ما خدوش القرار هيلعبوا في السلام او هيطلبوا من الاتحاد الافريقي ان يلعبوا في برج العرب. تمام. حضرتك شايف الامور ماشيه كويس في الدوري؟ ليك ملحوظات على بعض الانديه، اللعيبه، القرارات،
شايف لا برضه حاجه عايز الجمهور، تتكلم بس فيها؟ نتمنى الجمهور بس ما حدش يتعرض لجمهور نادي تاني في مش موجود في الملعب يعني. ف الماتشات اللي فاتت فيه صح جماهير بتشتم في جماهير انديه تانيه صح؟ لان طبعا لما منعنا الجمهور الاهلي كان مباراه الداخليه في السويس تقريبا، منعنا العدد اللي راح كان 700 وشويه، فنفس الموقف تعرض للنادي المصري فنفس القرار اتاخد. ما احنا انا قريت القرارات من شويه. يعني هي السباب الجماعي ده بالنسبه للجماهير هي دي المشكله اللي بتواجهنا دلوقتي، طبعا حاجات كلها يعني ملهاش لازمه. يعني حتى ال يعني حتى ال مع اللعيبه بتاعته برضه مش محبب، حتى مع اللعيبه بتاعته والمدربين بتوعه بقت العمليه ملفته جدا يعني. بالظبط. مش معنى اي حد يخسر مباراه انه يهاجم اللعيبه بتاعته، بعد كده اللعيبه دي بتاعت النادي وهتحتاج الماتش اللي بعديه وعندها بطولات تانيه في افريقيا انت محتاج تقف معاها. أي يعني لازم المفهوم كله يتغير يعني، مش ناس هتكسب. حضرتك بتاخد العقوبات من خلال الفيديو الماتش بتسمع ولا من مراقب الماتش اللي جوه الملعب اللي بيقول؟ لا انا تقرير المراقبين والحكام، حكام من واحد طبعا، أي وبعدين المراقب، وبعد كده شريط المباراه الاصلي اللي هو من التلفزيون مش الفيديوهات الخاصه. اي فيديوهات خاصه بتروح لجنه الانضباط على طول، أي أي لان هم عندهم الهيئه لجنه قضائيه تعتبر، عندهم مجال للتحقيق وان هم يفحصوا الامور غير المسابقات. تمام. طيب بالنسبه لموضوع كهرباء، حضرتك ليك يعني تقرير مراقب او تقرير حكم، اعتقد ما يعني ما ذكرش واقعه كهرباء، ولكن شكوى نادي الزمالك تم تحويلها الى لجنه الانضباط على طول، مراقب الماتش والحكم ما قالش حاجه على موضوع كهرباء. لا ما عشان كده راحت الانضباط، ما راحت الانضباط مش لجنه مسابقات. عشان كده راحت الانضباط، ما دام دخلت لجنه الانضباط ما فيش حد يقدر يتدخل فيها خالص، دي لجنه مستقله تماما. تمام. هي بتاخد قراراتها ما حدش يقدر يعدلها. ان شاء الله. بشكرك كابتن عامر، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن عامر حسين، طبعا رئيس لجنه المسابقات وعضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، طبعا من الشخصيات المميزه جدا.